JawaraFM.net. Nous sommes là où vous êtes. أنا باش نزيد ندلل عليك شوية سيد رئيس الوزراء فيما يخص وزارتي التربية والتعليم العالي اللي أثار البعض منها يعني جدل وقالوا خاصة يعني المعارضة قالت ماذا بينا النهضة ما تحطش يديها على أستاذ وزارة التربية. اسمعنا بحسب التسريبات ديما نقول غير الرسمية أن وزارة التعليم العالي باش كلها النهضة صحيح هذا ولا؟ صحيح طبيعي جدا. احنا المفروض منه أن يكون وزير في هذا الشأن من الاختصاص أيضا هو أعلى ما ثم من اختصاص هذا الوزير أستاذ بروفيسور معروف بنظريته أيضا الاسم واحدة آخر اسم مثل آخر اسم سي مصطفى بن سالم في منصف بن سالم معروف وهو منظر في الرياضيات وأرقى ما ثم حتى ربما عنده شي معارضين أو خصوم يعترفوا له بالقيمة العلمية والقيمة النظرية تقول لي احنا باش ندخلوا باش نغيروا ما باش نغيروا حتى شيء وتأكدوا ان منظومة التعليم هذا شأن كبير مصير بلادنا مصير أولادنا مصير أجيالنا لن تدخلوا هذه الحركة إلى إصلاح هذه المنظومة إلا باستشارة واسعة بحوار وطني ولن يكون التغيير هذه السنة على أي من البرامج إلا إصلاح هذه الإدارة ودفعها إلى الأمام وأن تأخذ الأمور مجراها باتفاق مع الأساتذة مع النقابات ولن نتعسف على أحد بل بالعكس وسوف ترون سوف نحترم كل الآراء وكل الأفكار وكل الأطراف.